السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب أبغى أشوف وجهك قدامي مرة ثانية ولو من بعيد، فهمت؟ زين، على كل حال أحسنت يا راشد. أنت تفكر أن هذه الأشياء البسيطة بتفيدني أو تشفي غليلي؟ ما كل طير يأكل لحمه يا راشد، كل الطيور الهشة بتاكل لحمها وريشها. أنا ما خايف من القتل، المهم فلوس أهل الحارة ترجع لهم أموالهم وهيبتهم. بس كل هذه الأموال ملكي وحدي، اللي يوقف طريقي خسران يا سعود. ولا تجلس تطول الكلام معي ولا تو نادي لك الحرس. ما في داعي يا راشد، أنا رايح. خلي أبوكك مبارك، خلي ياسر وحمد يجيون بسرعة. دورت عليكم عند البحر ما حصلتكم، توقعتكم تكونوا هنا. نحن سعيدين يا عم إن شفناك، وبصراحة أنا وسعيد جايين كلمك في موضوع. إذا القلوب مع بعضها، إيش هو الموضوع؟ أكيد سعيد بغي يستأجر دكان عشان يعالج فيه الناس، ما خبرتوني كيف سعيد تعلم يعالج الناس؟ تكلم يا سعيد. نحن تعلمنا في زنجبار، وسعيد تعلم العلاج من واحد شايب أصلا من عمان. إيش فيك يا سعيد؟ إحنا صارنا ساعة نتكلم وإنت ساكت وتشوف علي. خلني أشبع منك يا عمي، أشوف فيك ملامح أبويا الله يرحمه. أبوك منصور الله يرحمه ما يتعوض، كان كل أهل الحارة يحبوه من طيبته ومعاملته الزينة. سعيد، خبر عن الموضوع أو القرار اللي اتخذناه. أي قرار؟ شوقتوني، إيش في خاطركم؟ شوف يا عمي، أنا عندي خبرة بالرماية والحرب، عم محمود ما قصر معانا، وبصراحة أنا ومحمد حابين جبياك نقاتل اللصوص ونرجع اموال عمي نوخذه. ومن قالكم اننا استغنى عنكم؟ نحن سمعنا انك جهز ناس كثيره من اهل الحاره، نحن ما كفايه؟ صحيح يا عمي، لا تستقل قدراتنا وقربنا. انتم الخير والبركه، حماسكم هذا يضمن لنا النصر باذن الله. بس لا تتقلبوا حميد وربعه، انا اعرف قدراتهم زين، وانا اشوف ان نجمع جماعه اكثر، تراهم ما سهلين ابدا.
بالعقل يا عم، بالعقل ممكن نفوز على الكثرة. عندك مهمة مع الهامور العود، لا تخلص كل شيء يا سعيد، خلي شيء للزمن الصعب. وبكذاك بنقضى على حميد وربعه بدون لحرم. لكن إذا هاجموكم وقتلوا حد منكم. صحيح، الحذر واجب، ولو أن الظاهر سلمة خايفة عليك يا ولد حسن. لا تخافي يا سلمة، كل شيء محسوب حسابه. أنا أتمنى ربهم يهديهم إن شاء الله، رغم أنهم تمتلكهم روح الشر اللي أنا في داخلهم طيبة وشجاعة ورجولة. على كل إن أنت بديت تختار الناس اللي ممكن يساعدوك. في اثنين راح يعوضون عن الكل، بس أنا قلت أخذ جماعة احتياطا. وهذين الاثنين من حارتنا؟ من هم؟ الشواوي اللي من السيح، اللي بايعونا الجلد والصوف. لما سمعونا أننا بنهاجم قالوا مستعدين يجوا معنا. والنعم فيهم والله. السلام عليكم. هذا هو الفاغور المشهورة في حارتكم. هذا يسمى مبسل يا محمد. الفاغور بعد تجفيفه. نفسك تكون تاجر كبير مثل هذه التجار يا عبد الله. أهم شيء وأنا أخوك أسترد حقي وانتقم لأخوي واطمن على أختي، وبعدين خير أقرر ليش أكون. ما دام أكثر من نصف أموال عمك لك فأنت تعتبر من أغنى أغنياء المنطقة كلها. ما دام تشعر أن حقك مسلوب منك ما تحلم فيه، لأن ما في ديك. إن شاء الله إن شاء الله كل شيء بيتصلح يا أبو عبد الله، بالعزيمة والإصرار والتوكل على الله. تراك يا محمد بأسلوبك هذا تذكرني بذاك الرجال الإفريقي اللي علمني كيف أستخدم سم العقارب والأفاعي للعلاج. بعدك تذكر هذيك البلاد البعيدة والعجائب والغرائب اللي شفناها فيها. خلنا ننساها شوية. لا يا محمد لا، المكان اللي يتعلم فيه الإنسان ما بالسهولة ينساه. ما خلق بنفسك وخلي هذا الجمال الشعشع. نجوى الله يهداش، من هين الجمال؟ لا تخليني أحس فعلا أني جميلة. أنت جميلة وبس، ومتواضعة وأنيقة. لو كنت رجال ما تزوجت حد غير. نجوى أنت هين وأنا هين، أنا كل تفكيري في إخواني. ما أدري هذه الأيام أحس أنهم قريبين مني. نفس إحساسي يا رقية. صدقي حلمت عبد الله راكب حصان ابيض ووراه سيد يقود جيش وكانهم داخلين في حرب. هذه احلام يا رقيه، خلينا في موضوعنا. كيف تحس بالالام اللي قبل؟ الحمد لله، لا احس اني بخير واريد اطلع واصرخ واركض ما اعرف ليش. ما تحس اني فيك تناقض شخصيتك يا رقيه؟ هذا شعوري يا بنت الناس، ولما افكر في اخواني احس العكس. سبحان الله، الله يرجعهم بالسلامة. سعود تقرأ وقال هذا الكلام؟ أكيد حس بضعفكم. لا طال عمرك لا، سعود أكيد قال هذا الكلام لما حس أنه فقد كل شيء. أنا عندي إحساس أن سعود هذا يستمد قوته من لعب عقول الناس، يتوقع أنه ممكن يكون في صفه. هذا صعب طال عمرك، صعب من يقدر. اصلا اهل الحاره كلهم اصبحوا مثل الخاتم في اصابعنا. نقوعهم ونشبعهم حسب تعليماتك، عشان كذا لازم يسمعوا كلامنا. سمعوني زين، ابغى
ابغاكم تأدبوا لي هذا اللي اسمه سعود بطريقه جميله. تريدنا نضرب اضرب لين السيح روحه؟ لا يا غبي لا، ابغاكم تأدبوا لي اياه بطريقه احسن من كده، علشان يحس اني انا قادر اسوي اي شيء من غير ما حد يعرفني. انا عندي فكره طال عمرك. قول يا حمد. أنا مستغرب إن لحد الحين ما طرش حد من جماعته عشان يذيوك. ما يهمني، بعدين يعني إيش بيسوي؟ ما أظن إنه بيقتلني. والله لا تستبعد شيء، هذا ممكن يسوي أي شيء لأن قلبه ما في رحمة أبدا. أحسن لي أموت شريف ولا أنزل على يد واحد سرق أموال أخوه وخلناه فقير وتطاول على أهل حارته وأخذ أموال الناس. أنا ما أعرف إيش أفكر، لكن اللي أعرفه إنه لازم يؤذيك يا سعود، عشان كذاك أقولك بلاها من روحه، بلاها من روحه يا أخوي. لا تشيل هم يا حبيب، لا تشيل هم، اللي يجي من عند الله حيه الله. قم 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 نتمشى في ذا الوادي وانت رجع بيتكم وانا سرقت في دكاني. الحين هذا الليل؟ هي الحين يمكن صادف ود حسن في طريقنا. عرفت ايش تسوي يا ياسر؟ عرفت طال عمرك عرفت، لكن ايش دخل حبيب واللي غلطان سعود؟ هذه اسمها رسالة، رسالة عشان ينطم ويسكت. بس اللي ما عارف انه ليش عمي راشد ما يريد يأذي سعود؟ لأنه عارف حب سعود لأهل الحارة وود حسن والعكس. أخبرك هذه حسبة أنت ما جاي تعرفها، لو تتم من اليوم لباكر الصبح، أنت بس نفذ الأوامر بدون نقاش. اتفقنا، بكرة إن شاء الله أطرش لك يمين واحد ولا يهمك. لحظة ياسر، ترى أنا تعمدت ما أخبر العم راشد عن موضوع خطبتك لأن شفت الوقت ما مناسب، بس أوعدك لما أشوف الوقت المناسب أخبر. ما عليه عمي حمد، ما عليه، إلا تشوفه زين سويه. أمان الله. إذا باكر الصبح تقرر الموعد. إن شاء الله يا أولاد عاد همتكم. ها ها سعيد، أشوفك كأنك ما متحمس. ما متحمس يا عمي، أنا متلهف، ودي باكر هذه تكون قريبة عشان أختبر قدرات القتالية. على فكرة إحنا في السيح نحاول نسوي خطة محكمة بحيث ما نؤذي حد. كيف؟ يعني ما نحارب؟ حتى حرب العقل والانتصار يعتبر حرب، ولا ما أخذاك يا محمد؟ أكيد يا عمي، أنت دائما حكيم. اسمع يا عمي، أنت القائد وإحنا تحت أمرتك. إذن تكونوا مستشاريني في الهجوم، اتفقنا؟ اتفقنا. توكلنا على الله. توكلنا على الله إن شاء الله. على الله يا عمي. موعدنا باكر. إن شاء الله يا عمي. إن شاء الله. هانيش هانيش خلالة حكي حكي النغالي. هانيش هانيش خلالة حيتي حيتي النغالي. هانيش هانيش خلالة حيتي حيتي النغالي. أخوان حسنون، توعدنا رقاض واجد مراكن نروح نبيعه في السوق. هي فجرة والله، ترى عم سعود يشتري من معنا ويعطينا فلوس واجد. مراك حسنون نروح نبيع رقاض حال حمد شمق راشد المثمار هذاك، أنا أكرهه. عبود حثون، انا اريدك في موضوع مهم. قول يا اخوي الصغير وما تضايق عمرك، قول. احنا ليش ما نتزوج؟ ايوه صح، احنا عدنا عودين وما فكرنا نتزوج، لكن اذا تزوجنا الحريم ما يخلنا نلعب ونرقط. عقب ذي مشكله حثون، احنا نبغى نلعب ونبغى نرقط، خبرك ما نبغى ذواقه وحدنا. خلنا هانيش هانيش خلالة حيتي حيتي نغالي. هانيش هانيش
خلالة حيتي حيتي نغالي. ها عزمتوا على السفر؟ كلنا في الخارج منتظرين منك أمر. الأمر معك يا ود حسن، أنت الأمر الناهي. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وترجعوا سالمين غانمين لا أراد الله. بس كلمة منك تعطيهم حافز وتشجيع النوخذة، وخاصة أنه يحبوك ويتمنوا لك كل خير، زين تشوفهم وتعطيهم نصيحة قبل الهجوم. إن شاء الله، بلبس مصري وياينكم. لحظة بس. ترجعوا منصورين إن شاء الله. دعواتك يا سلمى. الله يوفقكم. خذ هذا المصحف وخليه حياتك لأنه يحميك ورجع لك في وقت الشدة. إن شاء الله. جف وقته. قول لي، سويت اللي اتفقنا عليه؟ كل شيء صار مثل ما اتفقنا عليه، اطمني. ما بقى الحين الا موضوع ياسر. بابوي ماله ياسر؟ كشف شيء من اموالنا؟ سكتي يا ابوي مالك. ما ابغى احد من اهل الحاره يعرف عن اموالنا، ما ابغى احد منهم يعرف ان عندنا فلوس. الله يهديك مالك. لا تخاف، ما حد عدين يسمعك. راشد صار مع المزين يحلق له راسه. ولو يا عذراء، القدران تسمع، القدران تسمع يا عذراء. اشوفك صاير حريص واجد يا ود ابوي. زين قول لي، اقدر اقول الحين احنا استوينا اغنى الهناقره؟ لا، بعد ما حان الوقت. يوم غايته انا باقي لعندك بخبرك. زين وماله ياسر؟ لا تحاتي، ما في شيء، بس ما اعرف كيف ادبر موضوع زواجه من صاحبتنا. اي صحيح، تذكرت انت فاتح دعمها. لا اخرت شويه لاني اخاف انه ما يوافق. هو من هين جاي يحصل احسن من ياسر؟ ايش ياسر عذر الله يهديك. ياسر كبير وشايب وهي بنيه صغيرونه بعده ما شاء الله عليه. زين على قده. مام انت هم في الموضوع، وهذه فكرتك انت، خلينا تخلص من هين. مصري.
زين يا رقي زين. هاي كلوا براحتكم كلوا، الاكل ما بيطير. انت لا تغص، لا يطبق لك عظم، شوي شوي كل. بعدين قلت لكم ألف مرة إن الحرس والمراقبين يوقفوا قدام باب الكهف. لا تخاف يا حميد، رجالك ما نايمين. يا إنسان الحذر واجب، وخاصة إنه ممكن ود حسن يهجم علينا بغتة. إيش فيك أنت؟ وليش نحن ما نقسم الثروة وكل واحد ياخذ قسمه ويروح بلاده وبيته؟ أول شيء لازم نتأكد إنه ود حسن ما بيرجع لنا، وموضوع الثروة خلوه علي أنا، بس المهم إن ود حسن ما يهاجمنا. وإذا هاجمنا الحين مستعدين. هي الحين مستعدين ها؟ ولا يوم هرب ما حد منكم رامي لحقه. كنا خايفين عليك. تعال تعال تفضل كل معنا. ما أعتقد إن ود حسن بيرجع مرة ثانية، لأنه عارف قوتنا. واقف هناك يا بنتي، أشوش ما على بونش. أحس إن محمد وسعيد في خطر يا أبوي. استهدي بالله يا بنتي، إن شاء الله خير. واحد يشوف خوفش هذا ما يله معنى. محمد وسعيد رجال يعتمد عليهم، وبعدين لو كانوا في خطر ولا شيء كنت أنا حسيت. بعد انت تعرفين محمد ولدي الوحيد، وسعيد كما بالضبط، ما شفرق بينهم، كلهم اولادي. يا الله يعني اطمن يا ابوي. اطمن يا بنت ابوش. اقول شي، تعالي جلسي حيتي هنا هو، وسليني سمعيني كلامش الحلو ورمسيني. أنا واحد اليوم ما جاي نركض. تعالي سمعوني يا جماعة الخير، بعد جبلين من هذا المكان يوجد كهف كبير اللصوص يخبيوا فيه الجداد المسروق، وأنا متأكد أن الصيغة وأموال النوخة ذا بعدها مكانها، لا خرجوها ولا قسموها. وليش ننتظر؟ نروح نجهز عليهم ونخلص حق النوخ ذا قبل لا يهربوا. لا يا محمد لا، وانت الفارس الرزين يا محمد. ايش تقصد؟ يا محمد يا محمد، انت اللي تقول الصبر. ايش فيك مستعجل؟ اريد ادب هذه اللصوص قبل طلوع الشمس. وايش يقول الناس عنا يا محمد؟ نهاجم اعدائنا في الليل؟ السموحة السموحة يا الربع. المهم خلونا نرسم الخطة عشان باكر كل واحد يعرف يسوي. انت يا سعيد. اغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا، وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. الى الله مرجعكم هو على كل شيء قدير، الا انهم يثنون صدورهم ليستخفون، الا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون انه عليم بذلك. صدق الله.
يا بنتي بعد ايش ما نمتي؟ ما قايلي النوم يا ابوي. احاتي سيف، نحن ما مفروض ان نخليه يروح، هذي الاشرار. واد حسان نصر، واكيد هو عارف شرهم وخطورتهم، عشان كذا هو عزم يرجع الصيغه المسروقه ويعلمهم درس بعد. يا ابوي شوف الايام كيف، امس كان معهم واليوم استوى ضدهم. الشيء اللي خلى ود حسن يكون واحد من اللصوص هي الظروف، واللي خلته يكون ضدهم هي اخلاقه وصفاته العاليه. الله يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه. يا جماعة الخير، أتمنى تنفيذ الخطة اللي اتفقت عليها. كهف اللصوص قريب من هنا، وفي هذا الوقت تعود اللصوص يخرجوا، والمفروض نهجم عليهم قبل لا يخرجوا. محمد خذ حد معك وتعال جهة اليسار. أمرك عمي. وسعيد أنت تعال جهة اليمين وخذ حد معك. إن شاء الله عمي. والباقي تعال وراي. هد نقوى قومي ست، شلون نقوى؟ خير قية؟ ما شاء الله شوف ايش فرحانك. ما ادري، جلست اشوف المزرعه مع شروق الشمس، عجبني المنظر، قلت انهضش من النوم عشان تشوفيها معي. اشوفش اليوم شاعر؟ لا، لو تسمعي زقزقه العصافير بين اشجار الليمون والسفرجل. قية اللي سمعش يقول انك تحبي. ما ادري. أحس إني فرحانة، فرحانة يا نجوى، فرحانة وبدون أي سبب. We'll be right back.
كل واحد يوقف مكانه وينزل سلاحه بدون حركة. انزل الارض، انزل انزل الارض، انزل 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 انزل. السلام عليكم طال عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله. أشوفكم غبشين اليوم، خير إن شاء الله. طال عمرك ياسر. ياسر يبغاك في موضوع. وموضوع ياسر ما يتقعنا الحين؟ ياسر قال طال عمرك عن تنشغل وتخرج. موضوع وخاص ومع ياسر. تكلم أبو عمار، تكلم. طال عمرك مثل ما تعرف أنا أعتبر ولدكم. أي نعم، صحيح صحيح، تشتغل معنا من زمان. نعم، أنا طالب إني أتقرب منك شوية أكثر. أتقرب؟ شو أتقرب؟ حد ما عندك؟ قول مو عندك. أنا طالب القرب منكم. أنت تريد القرب عنا إحنا؟ طال عمرك هو باغي يتزوج رقية. اتخسي! أنا زوجك يا الخسيس أنت؟ طال عمرك أنت فاهم غلط، ما باغي يتزوج بنتك، باغي يتزوج بنت. أنت لم لسانك واسكت. وأنت يا سروه لما تكلم الناس اول شيء اعرف قدر نفسك واعرف كيف تتكلم. ان شاء الله طال عمرك، ان شاء الله لا تزعل نفسك، انا بكلمه ان شاء الله. بس لا تزعل عمرك، لا تزعل عمرك طال عمرك. طلعوا برا، روحوا شوفوا العمال وبعدين الحساب معاك. الظاهر انك شبعت وبديت تغفس. ان شاء الله. يلا خلوا بوقك، خلوا تحرك تحرك. اخساليك. وين حسين؟ وين حسين؟ وين حسين؟ الحمد لله على السلامة. وين حسين؟ الله يسلمك يا سعود. الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟ وكيف حال الأهل؟ وش أخبار الحارة يا سعود؟ إيش أقول لك يا ود حسن؟ إيش أقول لك؟ الأمور تزداد سوء يا ود حسن، ارجع إلى الحارة. إن شاء الله قريب يا سعود، قريب. الناس بدأت تبيع أموالها حال المسمار وشنقة، استغلوا ديونهم ويعاملوهم بالربا. خذ يا سعود. حاول تساعد الناس انهم يستردوا اموالهم، وخاصه اللي بعده ما باع يا سعود. رجع فلوسك يا ولد حسن، رجعي. لما يعرف راشد المسمار اني قاعد اوزع فلوس حال الناس، كيف بيكون ردة فعله؟ ها؟ اكيد يلبسني التهمه مثل ما سوى بيولك. شوف يا سعود، شيع بين الناس انه تاجر هندي غريب يجيزون الحاره وقلبه رحوم وهذه الفلوس من معه. صحيح هذا الكلام؟ وفي تاجر غريب بيجي الحاره عشان يوزع فلوس حال الناس؟ هذا أبوه كسب من صفقة الفاغور فلوس كثيرة، ومن يومها قرر يجي يزور البلاد اللي يتصدر الفاغور ويساعد المحتاجين فيها. من هذا يا ود حسن؟ أكيد هذه قصة أنت مسوينها. ما أقدر أقول لك يا سعود، لأني وعدته ما أفشي له سره. بعقله وفهمه رسم لنا هذه الخطة يا سعود. وبعده عنده سر؟ المهم يا سعود،
جهز لنا غدا وذبايح حال ناس أكيلة. حال كم نفر تقريبا باغين؟ تقريبا 10. بعد صلاة العصر أجي أخذ ذبايح والغدا، وثمن الذبايح خذه من هذا الكيس أسعود. أفا أفا يا ود حسن، ما هذا شيمة الرجال؟ كرم الضيافة هذا واجب علينا وأنا أخوك. عارفك ما تقصر يا سعود، لكن نعرف الحالة اللي أنت فيها بعد. يلا برخصتك يا سعود، برخصتك. أسعود وتو ايش في ياسر لما رفضت الزوجة القير؟ عذرا لا تتدخلي في هذه المواضيع. كيف يعني ما تدخل؟ ايش بغي الناس يقولوا عني يعني؟ يقولوا ان زوج بنت اخوه لواحد اقل منه مستوى؟ بس بنت منصور ما بتعرف غير تغسل معيان والثياب. وفايش هذا الشيء عيب؟ لا تاخذ البنت بذنب ابوها. ما علي من كلامك، تزوجها ياسر يعني تزوجها. ليش ما يتزوجها ولد نسيف؟ ليش؟ نعم هذا اللي ناقص بعد، والدي انا يتزوج بنت منصور؟ حاشا لله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش رايك يا حميد تدخل مدينه النوخذه وانت معزز مكرم؟ انت كذاك تعاقبني اكثر يا ود حسن. اقتلني ولا تخليني في هذا الموقف المحرج. انا اطلب لك العفو من النوخذه، والرجال قلبه طيب بس على شرط. كلامك اوامر يا ود حسن. توعدني قدام هذا للناس انك ما ترجع للسرقه، وانك تعيش بشرف وامانه، وانك تاكل من خيرات هذه البلاد او اي بلاد تعيش فيها بالحلال. ايش اضمن لك يا عمي انه راح يكون مخلص وصادق بعدين في كلامه؟ حميد وانا عارف انه اذا قال فعل، بس المهم هو ينطق ويتكلم. هاي حميد، ايش اخترت؟ يعلم الله ان موقفكم هذا خلاني اخجل من نفسي، وتمنيت لو انكم قتلتوني ولا خليتوني في هذا الموقف المحرج. علشان كذاك انا اعلنها امام الله وامامكم وكل الموجودين معنا اني بتوب توبة نصوحة، واتمنى من الله انه يوفقني ورد ولو شيء قليل من جميلك يا ود حسن. اتمنى توجه شجاعتك نحو عمل الخير يا حميد. بنية صادقة ومخلصة، من اليوم أنا والربع ما بنؤذي حد ولا نسرق مال حد، والله يوفقنا على فعل الخير إن شاء الله. فكوا قيودهم وخلوهم يرجعوا البلاد اللي يحبوها،
واللي يريد يدخل منهم بلاد الدويرة خلوه ينتظر هنا على مدخل المدينة، لأن استأذن النوخذة وأهل المشورة والرأي فيها.